السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ كلشي بخير؟ نتوما لاباس؟ كنتمنى هاد لا فيديو يلقاكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة. وانتوما كتشاهدوا قناة حنان طيبي، كنشكر كاع الناس اللي انضموا لقناة حنان طيبي، تنقول لهم مرحبا بكم ومرحبا بكم كلكم. ما نطولش عليكم اكثر، لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله غادي نهضر على واحد جوج ديال التعاليق. يعني كل مره هكا نبقى نهضر على تعليق جوج تعليق جوج ان شاء الله تنكملهم. عارفه راسي طولت عليكم بزاف، تنقول لكم سمحوا لي. والله الا ما ساليتش كنت مريضه، كتعرفوا دابا لا غريب في هذا الوقت هذا دوزت واحد المرضى، ولكن الحمد لله. وانتم كتشاهدوا قناه حنان طيبي مره اخرى، اللي مريض الله يشافيه والله يحد الباس للجميع. دونك ان شاء الله بحول الله غادي ندوزو التعليق الاول ديال واحد الاخت. شنو قالت لينا فيه؟ بالنسبه للتعليق، السيده قالت لي يا اختي العزيزه، تنقول لها شكرا شكرا لك بزاف. قالت لي واش ما نخافش منه، يعني كتهضر على هاد لاكريم هذا ديال الغوتينول. قالت لي واش ما نخافش منه، حيت انا قالت لي شريت في لوغا ديال الهالات السوداء وحمرات ليها عينيها، وقالت لك بانها حتى كمشات ليها من تحت العين كمشاتهم ليها، ودابا قالت لك خافت انها تاخذ هاد لاكريم. قالت لي ولكن من خلال هضرتك قنعتيني انني ناخذه، واش ما غنخافش منه مره اخرى. تنقول الاخت بالنسبه لهاد التعليق، الاخت والبنات كاع اللي غادي يشاهدوا هاد لا فيديو هذا، تنقول ليها وكنقول لكم كاملين بان اي كريم راه ما يمكنش لي كريم كاع اللي غناخذو مثلا غادي يجيو معنا، ضروري شي نهار غادي ناخذو شي كريم يقدر ما يجيش معنا. انا براسي بالمره تناخذ شي كريم ما كيجيش معايا ما تنبقاش نستعملو، ولكن المشكل فينا هو انا داك لا كريم مثلا فاش كتشري السيده، ولو انه كيكون حمر لها وجهه ولا دار لها بزاف ديال الحوايج خايبين البشره ديالو كتبقى كتستعملو. دابا بالنسبه للاخت قالت لك حمر ليها تحت عينيها ونشف ليها هنا، يعني كمش ليها تحت العين، علاش غنخلي راسي حتى انني غادي نوصل لهاد النتيجه هادي؟ حيت لاكريم ما غايجيش وغيحمر لك نيشان. دونك لاكريم فاش كديريه الا ما جاش معاك، اول حاجه شنو هي؟ هو انه تبدا يقرصك. اين فوا كديري تبقاي شوطك سواء تحت العين سواء البشره الوجه ديالك كامله، كتبقاي تحسي بيد كتحسي بدي بيكوتمون، يعني تيقرصك. اين فوا كتحسي بديك لاكريم بدات كتقرص، عرفيها بانها راه غادي تحمر لك البشره ديالك، غدير لك بزاف ديال الحوايج خايبين. انت شنو خاصك ديري ديك الساعه؟ اوتوماتيكمون خاصك تمشي تغسلي بالماء، الا عندك الصابون ديالك غسلي به، من الاحسن الا كان سون بارفان غسلي به كانت فيه الريحه بلا ما ديريه، ديري غير الماء وغسلي مزيان 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 وجهك بالماء، وابخي ما تشديش فوطه تبقاي تمسحيه بحال هكا، ديري غير ها، حيت ديك ساعه لابو كتكون سونسيبل بزاف. هنا ما تعاونيش انك ديري داك لاكريم. اما الا كديريه اليوم، حيت بزاف ديال البنات كيقولوا لي مثلا حمر لي اليوم شويه، تنقول ماشي مشكل نعاودو غدا ولا نعاودو بعدو يقدر يحيد. الا حمر لك ولا كان كيحرقك ولا كيشوطك، فكوني على اكيد انه غادي يخرج لك على البشره ديالك. هذيك لاكريم ما جاتش معك، هذا ما كيدعيش بان هذيك لاكريم خايبه، لا، ولكن انتيا ما جاتش معاك، البشره ديالك حساسه، البشره ديالك فيها ورديه، البشره ديالك ما كتقبلش شي الكريمات اللي كتكون فيهم الريحه، ما كتقبلش شي مركب كاين في ديك لاكريم ما كتقبلوش لك البشره ديالك، كاين بزاف ديال الحوايج. دونك هذا ما كيدعيش بان هذيك لاكريم راها خايبه. دونك الاخت اللي خلات تحمر لها وجهها وتادر لها هذا الشيء عاد ما تحبسها، هي من الاول حبسيها. بالنسبه لاكريم ديال الغوتينول انا كننصحك بها، يعني ما فيها حتى شي حاجه خايبه، ما كاينش اكثر من البشره ديالي، حيت انا البشره ديالي حساسه وحساسه بزاف بزاف، عندي بشره جافه وحساسه، كنستعملو ما كيدير ليا حتى شي حاجه البشره ديالي. نتمنى انك زعما ان شاء الله ما يدير لك والو، حيت كما قلت لك انا البشره ديالي جيت حساسه. وخوديه وان شاء الله بحول الله، بزاف ديال البنات خداوه من عندي، عمر ما جاتني شي ريكلاماسيون انها درت لهم شي حاجه خايبه. كنتمنى الاخت انها تكون شافت التعليق، وحتى نتوما تستافدوا من هاد النصائح البسيطه. بالنسبه للتعليق الثاني، واحد الاخت قالت لي اختي السيروم ديال بروفيتال واش كيناسب في سن الاربعينات، واش كتحيد الهالات؟ تنعاني منهم بزاف. تنقول بالنسبه للاخت هذاك السيروم في ديك لا فيديو ديال بروفيتال طبيعه الحال، لا فيديو اللي كنت درت بانه طبيعه الحال كيصلح في السن الثلاثينات و28 و25 والربعينات والخمسينات، اي سن يقدر يصلح ليها، حيت هو كيعطينا واحد ليدغاتاسيون زوينه وكيغطي لنا البشره ديالنا. بالنسبه واش كيحيد الهالات، تنقول الاخت وكنقول لكم نتوما كاملين يعني بكل وضوح وبكل صراحه كما ولفتوا في قناه حنان طيبي، ما كاينش شي كريم ولا شي سيروم كونتور زيو انه غادي يحيد لك
لساغن انه غادي يحيد لك ديك الزروقه اللي كتكون هنا، انه غادي يحيد لك التكماش، انه غادي يحيد لك لي بوش. ولكن علاش حنا كنديروهم؟ باش ما يجيوناش، ما الا مشاو حتى جاو كديريه باش كتنقصي منهم، ماشي باش واحد النهار غتنوضي غادي تلقاي هاد البلاصه صافيه ما فيها تكماش، ما فيها زروقيه، ما فيها دي بوش، ما منفخش هنايا. راه هذيك انا غير قلتها لك غنتسمى انني كنكذب عليك، انا كون لقيتها كون درتها، فهمتي؟ مي هاد لي كونتور زيو باش زوينين هما انهم كينقصوا لينا بزاف وبزاف بزاف من الهالات، من الانتفاخ، من السواد، هادشي كلشي كينقصوا منه. ما تيخليش داكشي كيزيد، دخلوا هاد القضيه بزاف في راسكم البنات، ما تيخليش داكشي كيزيد. راه انت كتستعملي كتقولي ما دار لي والو، ولكن هو هذيك الغيد ولا هذيك الزرقيه ولا هذيك الانتفاخ اللي غادي تجيك هو راه محبسها، ما خلاهاش انها تجي. اما لي ديجا جاو راه ما يمكنش يتحيدوا، غير انك تكوني مرتاحه، انك تشربي الماء مزيان، انك ديري السبور، ان 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 باش حتى لابو كتكون مرتاحه بطبيعه الحال. هذا زعما هو الحل. اما انك الا درتي هذا السيروم غادي يحيد لك الهالات، هو ما غاديش يحيد. البنات كنشكركم في حقه بزاف 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 على التعاليق الزوينه ديالكم، على العبارات الجميله بطبيعه الحال اللي كتقيسني واللي كنشكركم عليها بزاف بزاف بزاف. الحب من الله سبحانه وتعالى. حتى انا واخا ما كنشوفكمش كنبغيكم بزاف، والشعور تيكون متبادل بطبيعه الحال من خلال التعليق. الا كان تعليق خايب راه كتحسي بداك الاحساس بان داك الانسان انه راه بطبيعه الحال راه خايب، ماشي شي انسان اللي غيكون مزيان. ولا كان تعليق زوين كتحسي بان داك الانسان انه قلبه طيب، انه قلبه بيض، وانه كيبغيك كما حتى انا كنبغيكم. غادي نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه.